أنا أقول لك يعني مثلاً عفواً إحنا ما نتكلم على المذيعين، ولكن مثلاً مذيع يصير فنان ممثل، ما نبي نقول موسيقار، ممثل عند الموهبة يقنعني أنا أنه قاعد يؤدي دور الشرير، دور الطيب، دور الإنسان البسيط، أوكي أقول له go ahead تفضل حياك الله. لكن إن لمجرد إن زميلة مخرج أو زميلة منتج يلا تعال جرب، ترى هو الفن مش تجربة، لا انت قاعد تقدم شيء الناس لازم يكون معك فيه، لازم يكون passion، لازم يكون حب طبعا.